متأكد ما لكم في الأجهزة دي، تبي المرة تنبسط تراها أجهزة بجودة عالية، فاجئ زوجتك، فاجئ أختك، فاجئ أمك بجهاز من الأجهزة دي، ترى العرض لن يتكرر. وإحنا في فترة ما قبل اليوم الوطني، كل المتاجر يا جماعة الخير جالسة تسوي عروض خرافية، استغلوها، ترى الشهر الجاي كل شيء يتغير يا جماعة الخير. الحين بنشوف شعر البنوتة الجميلة قبل وبعد. بس المصداقية تدري مع الناس، لازم نجرب الأجهزة صح ولا لا؟ تعال يا أبو عبد العزيز، تعال تعال جرب نجدد استشوار. عارف ايش عند الدكتورة؟ صاحية نجرب استشوار ايش فيه؟ مو بصاحية شي، لازم قل له، قل له يا أبو دويش، قل له وين الشعر؟ يلا وين الشعر؟ وين الشعر؟ وين الشعر؟ وين الشعر؟ الله يهديك، هذا سوي له ويبي سوف تشتري سمك في بحر. انت اللي فيك شعر، ما في حد ثاني زيه. الجهاز ذا قادر على انه يسوي لك استشوار حتى لو ما فيك شعر. نعم نعم، قل له مو مصدق يا ابو دويش، قل له اسمع، في انواع جي لك انت ما يصلح تريلي. ايه ليش؟ لا حتى تريلي ما يصلح. قنزوعي وين بتروح؟ تعال عبد العزيز، تعال ايش فيك؟ صحيح، واحد اقرا استشوار، وين اقول لك عندهم جهاز يسوي استشوار حتى لو ما فيك شعر. ضارب عقلك يا ابنك، مستشفى، ترى مستشفى، تعال ضارب عقلك انت، وقال لكم انا ماشي.